منتابع مشاهدينا فقراتنا، بنوصل لفقرة على الموضة مع شانتال أزي. صباح الخير شانتال. صباح الخير. يعني وأخيرا طلعت علينا وأخيرا طلعت معي. ويني بالشغل بريكي. يعطيكي ألف عافية. شو اليوم شو موضوعنا؟ صرنا زمان ما عملنا فاشن بوليس وضروري نعمل فاشن بوليس. اليوم فاشن بوليس ضروري. يعني الحاله مأزمه ومضطرين انه نحكي، مش كرمال السليبرتيز، كرمال الاشخاص اللي عم تنتقد اخر فتره. اللي كثير مهم نعرف انه المفروض يكون في اقل شيء نوع من ثقافه بالموضه قبل ما الواحد يحكي او ينتقد اوتفيت معين، سيلبرتي معين، ديزاينر معين. الاشخاص بلبنان اللي عندهم صفحات كثير كبيره واللي عاده تنتقد السيلبرتيز وتتنمر عليها، هن اشخاص ما عندهم باك جراوند بالموضه، ما عندهم شهادات بالموضه، هن ناس زويقه. والمشكلة انه الناس الزويقة معتبرين انه هن عندهم الصلاحية انه يحكوا بهالامور. بقى اليوم قلت ضروري لو قطع فترة على الايفنت نرجع نحكي يعني عنه سوا. حلو. ايه دايما بتشددي على هيدا الموضوع على كل حال شانتال، ودايما بتقولي انه لازم الناس يعرفوا شو في من ورا يمكن التام تبع هيدا الديزاينر او التفاصيل المشغوله بالفستان بطريقه بدها حرفيه كثير عاليه. بيجي حدا مثلا بينتقده بطريقه هيك يعني عفويه، بكون هو الديزاينر يعني كثير متقدم بشغله. يلا خلينا نبلش بالصور. صح. اول شيء قبل ما نبلش بالصور رح نبلش باول صوره لنحكي انا عم بحكي باول صوره بدنا نحكي فيها، رح نبلش فيها. رح نحكي شوي عن سكابوريلي. سكابوريلي اللي هي براند صار لي 4 سنين على الهواء بحكي عنها قبل ما تكبر. واول ما بلشوا بدهم يرجعوا الميزون كنا نحن اول ناس بلشنا نحكي عنه، حكينا عن اساس كابريلي، حكينا عن التاريخ تبعه، وقلنا انه هيدي كانت من اهم المصممين بوقتها. اللي هلا رجع دانيال روزبري احيا البراند وكبرها بطريقه كثير كبيره، وبيشتغلوا ليفل اوت كوتور كثير على مستوى كثير عالي، مستوى كثير عالي ما عم نشوفه بقى هلا. فهون عم نشوف اخر ثيم لسكابوريلي اللي كان الكي هول. الكي هول يعني هو اذا بدك اللي بتحط فيه المفتاح، الكي هول اللي عامله هو نوع من اكسسوري وثيم على كل الرانوي بكل القطع، واللي افتتحته كايلي جينر وقتها هيدا الرانوي افتتحته كايلي جينر بدرس الكي هول اللي كان على الفستان بالنص. نعم. بقى هيدا لنبلش للاشخاص اللي ما بتعرف سكابوريلي قديش مهم، قديش ليفل عالي من الاوت كوتور، قد صعب انك تكوني لابسه لهيك براند كسليبرتي عالميا. منتقل على الصورة اللي بعدها لنبلش نحكي عن مهرجان ماتسي فيلم فيستيفال اللي صار بالسعودية، اللي أخذ ضجة كتير كبيرة، اللي عم يتقدم ويكبر بوقت كتير قصير، اللي كنا عم نشوف فيه نادين نجام لبسة سكابوريلي كي هول دريس اللي كان على الرانوي اللي لبسوه أهم السيلابريتيز عالميا بكل البلاد. عم نشوف نادين نجام لأول مرة لبسة براند انا بالنسبه لي صارت من مستوى هير كارير. بالوقت اللي قبل كنا عم نشوفها بلوكس اذا بدك عم تنعاد شوي. صح. حلوه كثير اكيد، وهي شو ما تلبس بيطلع حلو عليها، جسمها حلو، هي حلوه، بس كنا حابين نشوفها بليفل هيك شوي اعلى. وحكيتي مره عن هذا الموضوع، قد ايه على بالك انه تشوفيها بستايل مختلف هيك؟ صح، ستايل مختلف وستايل بمستوى شوي اعلى، لانه كثير مهم انت عم تتقدمي بيور كارير، عم تتقدمي بشغلك، كمان تتقدمي بالمستوى اللي بتلبسيه بالموضه عالميا، لانه هذا كمان بيعليك. وكثير حلو انه تشوف السليبرتي اللبنانيه لابسه اوت كوتور على مستوى عالمي، خاصه ببراند مثل سكابوريلي. بقى انا كنت كثير فخوره، كثير كنت مبسوطه انه شفتها بهذا الستايل بالتحديد ملبوس بالطريقه المضبوطه، ولانه كانت لابسه سكابوريلي اللي هي عمرها كثير قديم، اللي هي اتس هيستوريكال براند، والكي هول هو اذا بدك رمز من رموز ألسا سكابوريلي. انه يمكن يلي انتقدوا شانتال انتقدوا شوي الفرق بين اللون الجلوفز القماشه والفستان، وانتقدوا شوز. انا هيك شفت، ما بعرف اذا في حدا تاني انتقد. هلا ما نحن ما فينا نجي نقعد ننتقد دانيال روزبري واختياره للقماشات واختياره للالوان، يعني هيدي ما رح تبين انه البراند عم يتشغلت، هيدي رح تبين انه نحن ما بنفهم بالموضه، يعني بمحل معين بدي سكرت لكم اياها، يعني انا عم جرب دافع عنكم ما ضبط.
بعض بمحل معين، يعني الواحد بده يعرف اذا في يحكي ولا ما في يحكي، بيعرف حجمه ليه، هو بيعرف حجمه طبيعي. ما فينا ننتقد هيك براند، ما بتغلط ولا غلطه، وكل شغله بيعملوها باختيار القماشات وبالشغل بكون لسبب معين، في اتوليه، في اشخاص يعني عندهم خبره كثير اكبر من خبرتنا هن وعم بيشتغلوا هيدا الشغل. ننقل على الصوره اللي بعدها اللي عم نشوف فيها كانت كمان نادين جنب لوك لفيرساتشي، كمان كان كثير حلو اللوك الثاني اللي كانت لبسته بالريد سي فيلم فيستيفال، كثير كان حلو الميك اب، كثير كان حلو الشعر. بقى بعتقد هيدا من اجمل المرات اللي هي كانت طالعه فيها، وشي بيزعل انه اجمل المرات واعلى المستوى اللي هي وصلت فيه بالستايل وباللبس كان فيه اكثر شيء انتقادات وتنمر. بقى هيدا كنت مصره انا اليوم جاي ركض جاي حسيتك انا جاي، قلت انا في شيء اليوم جاي ركض كرمال هالموضوع واعي نهار الاحد جاي صار فينا خلاص، صار فينا هلا ارتحت في انهي الحلقه. ننقل على الصوره اللي بعدها لنشوف فيها الستايل ايكون اكيد مايا دياب. مايا دياب نحن ما بننتقدها، بننطر بنشوف شو اللي انا انغرمت بهيدا وبنتفرج عليها يعني، بس ما في زوم للانتقاد. وكثير اللي بنحبه اكيد على طول بمايا دياب هن التفاصيل اللي بيجوا مع الستايلينج، يعني الشعر الضفير، المجوهرات، طريقه التصوير، كيف بتنزل وكيف بتوصل. يعني ما في لزوم ولا ننتقد خياطة جان لوي سباجي اللي على طول بتلبس بالفستان بيلبس الجسم مثل الكف، صح كأنه مرسوم رسم. وقديش حلو هذا الكومبينيشن بين مايا دياب وجان لوي سباجي بالوقت اللي كثير عم نشوف سيلبرتيز وديزاينرز عم بيعملوا كولابوريشنز ما ناجحه ومش عم تزبط وبعدهم عم بشدوا لقدام ومش ماشي الحال. هون عم نشوف كولابريشن كثير حلوه وبتنطري كل مره، مع انه نحن بمحلات معينه بنزهق نشوف زيت الديزاينر على طول عم بيلبس، بيعرف كثير، بتحسي هو ومايا بيعرفوا كثير منيح كيف يشتغلوا سوا. وانا لقيتها له احلى احلى بست دريس من احلى المرات اكيد كثير كان حلو اللوك. ننقل على الصوره اللي بعدها اللي عم نشوف فيها ياسمين صبري، كمان كانت بدرس كثير حلو واللوك كان كثير حلو، وبالفيديو بعد طالع اجمل اجمل من لايف. وفور وانس هيك شفناها شوي بستايل غير الدرابي، مع انه الثاني في الصالون رجعت لبس الدرابي، كثير بتكرر بموضوع الدرابي مع انه بيلبق له، بس انه هي لاول مره هيك بنشوفها شوي بستايل مختلف. بالصوره اللي بعده منكفي نحكي عن سيلبرتيز اللي كانوا على الريد كاربت، في عنا دانيالا رحمه اللي كانت لابسه لزهير مراد. اكيد الدرس حلو، درس حلو يعني، وهي جسمها حلو بيلبق له، بس في كثير تكرار باللوكس اللي هو على طول في عنا درس كم طويل مع ايبولات، وعلى طول الدرسز اللي بتلبسها فيلفت، يعني بتنسي مرات هيدا اخر واحد ولا اللي قبله ولا اللي قبله، لانه في زيت الستايل عادة. هاي بتصير بالأول وقت يكونوا الشخصيات بعضهم جديد على الريد كاربت، بيبقوا يمكن شوي خايفين يجربوا أشياء جديدة، بيبقوا مهتمين يلبسوا اسم أكتر من فستان. يعني أنا كنت بفضل أنه لو ديزاينر مش مثل زهير مراد، أصغر مع كرياتيفيتي أكتر، يلبس حدا مثل دانيالا رحمة. يعني ما في لزوم، هي بتحسي انه هيدا الستايل تبعها دايما بكل الحفلات، بتروح على السيف سايد. بركي انتبهي، انا من الاشخاص اللي كثير بحب السيلبرتي حط ايبولات، وبلاقي كثير بيعطي كاريزما حلو بالصور، وهذا الشيء انا وياك كمان كثير كثير بنحبه، بنحب الايبولات كثير، الكرسي كثير، بس انه يكون في حركه بالدرس والوان وشغل بالقماش تكون شوي مختلفه، يمكن هذا الانتقاد الوحيد المعقول يكون عنا اياه، مع انه كثير حلو. انا شخصيا ما بحب السبلت بالفستان تجي فجاه، ما يكون فيها انفلوب، يا يكون في حركه، ايه بتحسي كان اجمل يمكن حتى لو ما فيه فتحه. ما كان في لها لزوم ابدا، يعني وقت خاصه بس تجي هيك مفتوحه لحالها من دون ما يكون في شغل عليها، انا ما بحبها، يعني بحس لازم تكون عم تتقل اكثر، بس هي طاغيه يعني، ايه وشعري حلو جسمها وميك اب، وهي طاغيه على الدرس، مش الدرس اللي مبين إيه لها جميله. صح ننقل على الصوره اللي بعدها اللي بنشوف فيها ماجي بوغسن لبس فستان لأيدن. هون مضطرين نحكي الصح، يعني عادة ماجي بوغسن هي من الأشخاص اللي كثير بتعرف تنقي الفساتين. أيوة دائما أنت بتحكي عن هذا الموضوع، بتقولي إنه بتحبي كيف ما بتغلط. ما بتغلط، هالمرة غلطت. بتعرفوا قديش شانتال منصفة. أنا على طول بحكي إنه يعني هي بتنقي قصات صح لها،
وبتعرف تبين جسمها وشكلها بطريقة مظبوطة. بعتقد الغلطة هون أكيد مش منها، لأنه الصورة أصريت أني حط الصورة من الكولكشن اللي نزل فيها الدرس لأيدن. أكيد الستايلست وقتها شايف هذا الدرس قال أنه كتير حلو، طريقة تطبيقه وخياطته ما كانت مثل الصورة الأساسية. وبتلاحظ أنه الدرابيلي معمول على صدر مفشكل كتير تينحط على الريد كاربت، والفلفت بس بده ينعمل درابي بده يكون حرير، وبس بده ينعمل درابي بده ينعمل بطريقة كتير دقيقة، لأنه هو شانجانس. وإذا درابي مش لاحق بعضه مشغول بطريقة نظيفة، أقل غلط بده يظهر بطريقة قوية. بقى بس شفناها على الريد كاربت لاحظنا أنه في شوية قلة ترتيب بيشغل الدرابي، اللي لهالمرة ما فينا نقول انه الحق عليه، لانه هي الطريقة اللي وقفت بالفستان وتصرفت فيه وكيف حركت القماش عطيته تقل وجمالته. بتعرف كيف يعني تكون موجودة قدام الكاميرا. ايه جمالته، مع انه ما بحس انه كان من اللي كان لازم هي تلبسه. وكثير بشوف انه مرات عم بيكون في اغلاط بطريقة الخياطة بالتحديد مع هالمصمم بين الصورة الأساسية اللي بتنطرب والتطبيق اللي عم يجي بعدين. أوكي. هيدا الشيء الوحيد اللي معقول. صح، مع أنه اللون حلو عليها كلون، إذا بدنا نقول ك إيه كتير بيلبق للون، بس هي مشكلة برضو الخياطة اللي مفقرته شوي للفستان. قدي اليوم شانتال، يعني إذا بقى نحكي شوي، الفنان أو الشخص اللي عنده ريد كاربت لازم يكون عنده ستايلست يعرف كيف يلبسه؟ كتير مهم، مش مفروض ينزل على الريد كاربت بلا ستايلست. والستايلست مش ليقلك، مش يعني انت ما بتفهمي بالذوق او انه انت ما بتعرفي شو تلبسي. بالنهايه هو بده يعرض عليك الست سبع اوتفيتس او اللي هن او ديزاينرز معينين حابين يلبسوك، وانت اللي رح تنقي بالاخر. بس كتير مهم ان يكون في شخص غيرك عم يطلع فيك ليعرف كيف جسمك متناسق على الكاميرا، على بعضه، طريقة اللي بتعملي فيها شعرك وميك أبك يكون كله راكب على بعضه. هذا الشيء كتير مهم. التنسيق واختيار الفساتين اللي بتناسب المناسبة وجسمك يعني، وانت بالنهاية رح يكون زويك. صح اكيد. مش معناتها مش زوي. ميرسي كتير لك شانتال، دايما هيك رأيك مهم، وبعرف انه بتحكي من ناحية كتير بروفيسيونيل. بقى ما لازم حدا يزعل، بالعكس لازم يكونوا مبسوطين انه عنا ناس هالقد بتفهم بالموضة وهالقد عن دراسة بتحكي مش عن ذوق مثل ما انت دايما بتقولي. شكرا لك شانتال، شوفك الاسبوع المقبل نسترجمت.